نشرة الأخبار الرئيسة من قناة الشرقية الفضائية، والبداية بالعناوين. احتجاجا على تحويل حيهم إلى مكب للنفايات، سكان حي المربط يقطعون الطريق المؤدي للميناء. تكتل القوى الديمقراطية، نظام عبد العزيز مستمر في ضرب خصومه السياسيين. السامري والبي خلال مؤتمر صحفي، الممثلية النقابية تعيش أزمة حادة منذ عدة أشهر. أهلا بكم إلى التفاصيل. تظاهر صباح اليوم المئة من سكان حي كبة المربط بمقاطعة الميناء لمطالبة المجموعة الحضرية بنقل القمامة التي يقولون إن الحي أصبح مكبا لها. وللفت الانتباه إلى مطالبهم، قام السكان بقطع الطريق المؤدي لميناء نواكشوط، مما تسبب في توقف الكثير من السيارات والشاحنات التي تمر من ذلك الطريق. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. من قرية تفيريت إلى حي كبة المربط، قصص لم يعد لرواتها نفس يتحدثون به بعد أن حجبت المجموعة الحضرية عنهم نفسا كان إلى الوقت القريب سلعتهم التي لا منافس عليها. قصة ذين الحيين بدأت بعد فسخ الدولة التعاقد مع شركة بيزورنو وبدء مجموعة نواكشوط الحضرية جمع القمامة وصرفها خارج المدينة، ليفاجأ السكان بأن بين بيوتهم أضحى مرتعا لشاحنات القمامة، واقع خرج عليه بلمس القريب سكان تفيريت. واليوم جاء الدور على سكان حي المربط، فورعوا من بيوتهم إلى أكبر مكب استحدثته المجموعة الحضرية إلى جنب حيهم الفقير. عندنا احتجاج هون مع الصباح، وحصل قدر من الناس هون، وعندنا برجات وقدر، معنا الله قال بعض من الشوفيرات راق يبطش فينا وراق عنهم. على كل حال عدلوا معنا ياسر من المسائل ما هو مضبوط، ولا مشى منا واحد والله اثنين، عقبة كردتهم السلطات ومشات بيهم، وقطعا جاتنا بوليس وجاتنا القرد. هل الحي توصلوا إلى اتفاق شفهي مع المجموعة الحضرية؟ سيبدأ بموجبه غدا نقل القمامة من الحي، لكن ما يثير الانتباه أن القمامة ستنقل غدا، وما زالت الشاحنات تفرغ حمولتها حتى لحظة كتابة هذا التقرير. سكان الحي يتحدثون عن مجموعة من الأمراض أوهنتهم في الأيام الأخيرة، يقولون إنها لم تظهر في حي إلا بعد أن أصبح مكبا لنفايات نواكشوط. وعندنا الشاشر المرضى اللي متضررين من هذه المباليط ومن هذه المياه اللي راعيها، يظلوا يلعبوا فيها ولا فيهم ولا قاش، ما هم مريض به مثل الحمى وبه مثل كذا، وهذه مباريط قاع هي طم للخالق، يظلوا فيها من الصباح الى الرواح، وضار بينا وضار احنا قاعدين في المربط نبيعوا فيه، ما نقدوا ولا شربوا ولا نقدوا ناكلوا ولا نقدوا نبيعوا لحم ولا نقدوا نبيعوا شيء. سمعتوا؟ يا اخوتي تقدوا ترفدوا عنا، انت قلت عنك رئيس الفقراء، يا الله تعرف شي شعبك وترفد عنه الضرر، متعدل له شيء معقول؟ هذا من مبالط ما يقدر ينصب يا اخوتي في اسرائيل حتى لموريتا. وضعية باتت تستدعي تدخل جهات عليا داخل الدولة لثني المجموعات الحضرية عن استخدام احياء العاصمة وضواحيها مكبا لنفايات العاصمة السامة. أعرب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض عن تنديده بقرار السلطات الموريتانية إغلاق شركة أتلانتيك لو داون كات للتأمين بعد فرض ضرائب. قال الحزب إنها مشحفة بالشركة. واعتبر الحزب في بيان وزعه صباح اليوم أن القرار يؤكد استمرار النظام الموريتاني في ضربه خصومه السياسيين حسب البيان. أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في بيان له اليوم عن دعوة كافة أعضاء مجلسه الوطني لاجتماع طارئ للمجلس اليوم يوم السبت المقبل، ويتوقع أن يتحول الاجتماع إلى مؤتمر طارئ لاختيار رئيس جديد للحزب ونائبه خلفا للرئيس الحالي الدكتور سلكو أحمد زيد بيه الذي تولى حقيبة التجهيز والنقل في حكومة الوزير الأول يحيى الحدمين.
قالت مصادر إخبارية مطلعة إن انشقاقا حدث في قيادة حركة فلام على إثر رفض بعض قادتها لتوصية المؤتمر الاستثنائي المنعقد نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة نواكشوط. وبحسب المصادر ذاتها فإن المنشقين بقيادة نائب منسق اللجنة الوطنية الدائمة للحركة أعلنوا عن رفضهم لكل القرارات التي تمخض عنها مؤتمر نواكشوط، والتي من بينها تحويل الحركة إلى حزب سياسي. قال الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا السامري والبي إن الممثلية النقابية تعيش أزمة منذ شهور بعد تعيين وزير الوظيفة العمومية والشغل في الحكومة المستقيلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الكونفدرالية الحرة صباح اليوم بمقرها حول رفضها لتطبيق اتفاق 2008 المحدد للممثلية النقابية. التمثيلية النقابية اليوم خالقة لها أزمة، وهذه الأزمة نشبت له شهور من مجيء الوزير الجديد لقطاع الوظيفة الأممية والشغل الجديد نقولوها، ذاك الوزير اللي له عاد شهور مع هذه الحكومة. وفي الشأن النقابي دائما، ذكرت مصادر إخبارية إن عمال شركة نحاس موريتانيا دخلوا صباح اليوم إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بتلبية مطالبهم التي من بينها زيادة الأجور ودفع العلاوات والمكافآت. وبحسب ذات المصادر فإن الإضراب الذي استوفى كافة الشروط المنصوص عليها قانونيا والذي شارك فيه كافة العمال تقريبا شل بشكل شبه شامل النشاط مناجم الشركة الواقعة في ولاية إنشيري. توصل المجلس البلدي في مدينة كيفا عاصمة ولاية العصابة وتجار الماشية إلى اتفاق يقضي بحل الأزمة التي نشبت بين الطرفين الأسبوع الماضي، والتي تسببت في مغادرة التجار للسوق المركزي في المدينة. ومن شأن هذا الاتفاق أن يفضي إلى عودة التجار لمزاولة نشاطهم في السوق واحترام القوانين المنظمة له عفوا، كما ينص أيضا على تنازل البلدية عن حق الإقامة وحق المرفد مقابل مبلغ مالي يسدد شهريا. تتواصل لليوم الثالث على التوالي في العاصمة نواكشوط إشغال ورشة تكوينية حول إدماج السلام في التخطيط الوطني في موريتانيا، منظمة بالتعاون بين وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. وتهدف الورشة التي تدوم 4 أيام إلى تعزيز قدرات الفاعلين الوطنيين في توطيد السلم والأمن والعدل وتشجيع التعاون عبر الحدود، وكذا تطوير استراتيجية مكافحة الإرهاب بمشاركة أفراد المجتمع المدني. على طول الطرق المؤدية إلى عواصم ولاياتنا الداخلية يعيش عدد من سائقي الشاحنات معاناة ومشاقة تعودوا على مقاساتها طيلة فصول السنة. أحد أولئك السائقين يسرد لنا في هذا الملف الإخباري جانبا من المشاكل والعقبات التي طالما اعترضت سبيله على المحور الطرقي نواكشوط. النعمة، شفت الحوادث بياسري ما يوفر وياسر منه يرجع لا على شيء الطريق يرجع لا. شفت بالنسبة للسائق في موريتانيا مهمش ذيك، كيف تقريبا هو السائق هو عمود الفقري في موريتانيا، ومع 99% من السائقين اليوم في نواكشوط طلبوا الصدقة يعود سببه واحد يعود السبب عليه يعود معدل حادث هو يعود يطلب الصدقة في نواكشوط اللي ما هو مؤمن، السائق ما هو خالي والطريق ما هي خالية، فهمت؟ احنا هو السائق الموريتاني قد عود جاهل كامل، يا غير بعد خالق شين قال له اشارات المرور ما جاه حد عنهم، يارت الدولة تود كل بليده فيها خطر مطروح على اشارة المرور، ويارت بليده كل 5 كيلوات من قدره معدلهم برك وفوفي. بالنسبة للشاحنات احنا الوتات صغيرين
دائما يقولوا ان احنا الوتات الكبار نتعداوا عليهم وان نردوا عليهم وان نعدلوا لهم ونواسوا لهم، واحنا الشد اللي جاورنا الوتات صغيرين. احنا عندنا الخبره، الواحد منا ما عاد شوفير يعني نتعلم مده 10 سنوات ولا 9 سنوات هو يقرا المهنه. فهمت؟ واحد عنده وتات صغيره يفوت 6 ايام ولا 7 هو في نواكشوط يتعلم يجي شوفير ويقول لك انا شوفير ولا يعرف مدى خطورة السيارة شنو هي. فهمت؟ يعرف واحد لا يركب وتو يمشي 140 ما يعرف ذاك قدامه ولا يعرف اللي فيه ليان الخطر ولا يعرف اللي فيه لو الخطر. والله إلا قط شاهد الحوادث يا سليم ولي اللي ما يوفر. يا قارك كم سبب أو الحوادث اللي عجلت نحن الموريتاني. نين كلها يقعد ويعود نين يقعد يفوت ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدور يقلع من أخلاق وشين قالوا العجلة. يا غير لا يركب الواحد يقول لك أنا ليه قمت اليوم مع الصباح من كيف وصبحت في وجيت الدحميس للنواب شو. هذا ما هو ما هي السياقة. نسبة 55% تجبر شاحنة شاحنتين متخاطبين. به اللي هلهم عندهم الخبرة. كلها قاري، ذي المهنة قاريها. فهمت؟ يا قارئ قلت اجبر كل نهار قلت اجبر وتسخينة داخلة في شاحنة، والله تجبر شاحنة داخلة في وتسخينة. بهاش بها ان السائق وتسخينة ما هو مخرص ولا يعرف ذي اللي عدل شو. يا قارئ بعد واعي لك تفوت تقريبا سنتين ان قال لك شاحنتين تخاطوا عادي ويخلق يريد مولا انا قاعد ما عندي في شيء. يا غير كل نهار لابد من شوف تلحق وتسقيله وتكبير وتكبيره داخله وتسقيله والله تسقيله داخله وتكبيره. طريق الطيطان كيف هذه فام الخضيرات من عند فام الخضيرات وعد الطيطان هذا هو فيه الخطوره التامه للشاحنه. ذيك الطريقه اللي قريب من 5 سنوات هي تعدل ويا واجع ما فات قاعد لحقت نص هذا بعد قاعد ما فات خطيره حتى لا اقصى درجه فيها ياسر من شماومونه خطيره للوتات خطيره للارواقيش خطيره على الكامل ما خالك شي ما خطيره عليه. فهمت؟ اطلي مبارك ما هي يعدل يا غير الشركه تحوزه الى اللي تعدل منه تقفله وتقول خايف الشاحنات والله الوتات يخسروا عليه. وفي الوقت الحالي انهم اللي معدلين الشاحنات يالتم يمشوا عليه عن الطريق الرسميه ما هم اللي ضابطينه. إذن كان ذلك آخر ما لدينا. قبل الختام تذكير بالعناوين. احتجاجا على تحويل حيهم إلى مكب للنفايات، سكان حي المربط يقطعون الطريق المؤدي للميناء. تكتل القوى الديمقراطية، نظام عبد العزيز مستمر في ضرب خصومه السياسيين. السامري والبي خلال مؤتمر صحفي، ممثلية نقابية تعيش أزمة حادة منذ عدة أشهر. نهاية النشرة، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وفي أمان الله.